مساء المحبة واللمة الحلوة يلي بتجمعنا فيكم مع بداية كل أسبوع عبر برنامج ذو الهمم يلي كله عبر وتحدي. يسعد مساكي أمان. ومساكي نرمين ومثل جميع مشاهدين برنامج ذو الهمم من وين ما كانوا عم بيتابعونا في مثالنا الجديد اللي كالعادة بيحمل معاه قصة نجاح جديدة تحمل معها رسالة جديدة. والرسالة أحياناً وصلوها الناس بطرق مختلفة لحتى يعبروا عن يلي جواهم، منهم يلي بيوصلها في الرياضة، في الأغاني، في التمثيل وفي الرسم. وكل هاي الفنون هي بحد ذاتها رسالة. بس أهم الرسائل واللي أكثرها بيكون وقعها بيكون أكثر على الإنسان وبتأثر فيه أكثر هي اللي بتوصل من خلال الكلمة. أحياناً لما بنقرأ كلمة مكتوبة في جريدة، في مقالة، في إشي معين بنضل متذكرين شكل الكلمة لأنها عجبتنا. وأحياناً لما بنسمع إلقاء من شاعر أو من حدا بيلقي نثر أو إشي معين بضل صدى هالكلمة وأثرها في قلوبنا. ويمكن إجمعنا على إنه الكتابة أهم إشي لأنها هي اللي بتصنع المحتوى الجذاب واللي من خلاله بنقدر نوصل لأكبر عدد من الجمهور. فعشان هيك خلونا اليوم نستضيف فتاة من فتيات ذوات الإعاقة اللي قدرت توصل للمجتمع وتثبت نفسها من خلال الكلمة، وهي موجودة معنا لليوم. بيان فرج، يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكي معنا. أهلا وسهلا فيكي ويسعد مسا جميع مشاهدينا. عارفين عن حالك بيان؟ اسمي بيان فرج، عمري 24 سنة، ساكن في بلاطة. طبعاً إعاقتي هي حركية قصر قامة. احكي لنا بيان شوية تفاصيل عن إعاقتك ومن متى بلشت. منذ الطفولة، من أنا صغيرة يعني. لأنه كيف اكتشفتها أمي إنه كان في إلي إخوة يعني من ذوي الإعاقة يعني. كمان غيرك؟ كمان غيري. إحنا أربعة عندنا قصر في نقص في هرمون النمو. وبيان احكي لنا هيك شوي عن، بما انه انتوا اربعه في العائله، انه امك كيف اكتشفت الاعاقه؟ كيف كانت هيك طفولتك بما انه انتوا اكثر من حدا؟ بصراحه كانت بالبدايه اختي كان حجمها قليل، فامي اللي كشفت هذا الاشي وراحت داوتها يعني واشتغلت عليها. وبعدين في البدايه بعدين انه كيف اقول لك، إخوتي الثانيين بس هم من استجابوا أكثر مني. أنت كنت الكبيرة ولا الصغيرة؟ لا أنا الوسطانية. فكان شوية تقبل يمكن أسهل. عادي، أنا بصراحة عادي. كانوا متعودين على الإشي. كانوا متعودين على الإشي لأنهم إنه كان من قبلي حدا يعني. طب احكينا شوية عن تجربتك مع المدرسة والأمور التعليمية. صراحة عادي، أمور المدرسة عادي، ما كنتش أحس إنه عندي إعاقة أصلاً. يعني كانوا أهلي موفرين لكل إشي وتعاملوا معي كتير منيح يعني. وبيان كان في إشي بيميزك في المدرسة، احكي لنا. كنت أحب الكتابة والقراءة وإني أكون طموحة وحقق هدف إلي يعني. كيف اكتشفتي موهبتك بالكتابة؟ اللي اكتشفت موهبتي في الكتابة معلمتي وأنا بالصف التاسع. كتبت قصة فنشرت لي إياها في مركز يافا. تتذكر شوية تفاصيل من هاي القصة تحكي لنا عنها؟ صراحة هي القصة بتحكي عن فتاة فقيرة كانت في الحديقة يعني، وهيك بتحكي بشكل عام عن الفتاة الفقيرة؟ أيوة بتحكي بشكل عام عنها وإنه سبب الفقر وهيك يعني. وبعديها كيف كملت مشوارك بالكتابة؟ بعديها استمريت أكتب خواطر وهيك يعني شغلات وأبيات شعر وقصص جديدة. حاولت تنشريها مثلاً؟ كنت أكتب، والله لا ما كنتش أنشر، كنت أجمعهم في الدفتر لحد الوقت المناسب يعني أن أجمعك في كتاب. وعلى قصة الكتاب يا بيان احكي لنا هيك شوي عن بيان، كيف بلشت بدها تنشر؟ مين شجعها تنشر؟ كيف بلشت بيان بدها تنشئ في مجال الكتابة؟ بصراحة أنا كنت أكتب فإجاني عقد إني أعمل كتاب، فأنا كنت مجهز مجموعة من القصص. هو الكتاب اسمه حكايات مبعثرة، بيحكي عن مجموعة قصص من ضمن مجتمعنا وهي من واقع خيال ومن ضمن المجتمع يعني. وهذا الكتاب يعني متى انت حاطه في بالك انك مثلا تنشريه وتخليه مقروء لدى الناس يعني؟ ان شاء الله على بدايه السنه الجديده.
ان شاء الله رح يتم نشره. يعني هذا الكتاب بتناول قضايا ايش؟ بيحكي عن قضايا ايش القضايا اللي يعني بتناولها؟ من اولا بتحكي عن ذوي الاعاقه، وكمان بتتحدث عن قصص معاناه وكيف الواحد انه يكون عنده امل في لقدام وتفاؤل في الحياه عشان يقدر يكمل مشوار حياته. طب اكيد جهدك في انك تطلق كتاب مش ما اجى منه لحاله، يعني اكيد حدا ساعدك، انضميتي لحدا، حدا اشرف عليك؟ بصراحه انضميت لفريق، مجموعه من الكتاب، اسم فريقنا هو مدى الازرق. مدى ايش الازرق؟ سبب مدى الازرق محلى. انه هدفنا، سبب انه هدفنا نشر الوعي والثقافه للكتاب، وانه نساعد الشباب اللي بجيلنا. وطبعا في إلنا أمسية رح تكون قريبا، يعني بداية ظهور رسمي إلنا. طب أكيد في للتسمية سبب، إيش سبب التسمية؟ سبب تسميته إنه المدى الأزرق. المدى الأزرق إنه كيف أحكي، صعب المنال، صعب الوصول إله، يعني إنه يعني هو الإشي اللي بعيد لحدود السماء. أيوة بالضبط. وإنك تكون كاتبة أو يعني أمل، عن جد الواحد مرات بحس إنه لما بده يوصل لمكان أو يوصل رسالته بيتعب عشان يوصل، عشان هيك بجوز هم مسميينه. مظبوط صحيح. أيوة عشان هيك. حكت بيان إنه الكتاب إلها بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحنا حابين نشير إنه بيان كمان هي من الناس المتطوعين في الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة، وإلها عدة أماكن تطوعت فيها. احكي لنا عن يعني عن تطوعك وعن المشاريع اللي دخلتيها، مش بس مع الاتحاد، مع جمعيات الأخرى كمان. طبعا أنا خلصت توجيهي بس يعني إني ما نجحت، بس درست في مركز خليفة بن زايد، أخذت فيه محاسبة، وكنت عريفة حفل تخرجي. هذا كان يوم مميز إلي إني أوقف على المنصة وأحكي قدام الناس وأكون عريفة حفل تخرجي. وبعديها تطوعت لفترة 3 أشهر في الاتحاد العام لذوي الإعاقة، كان كتير حلو ومميز. وبنفس الوقت أنا كنت أتطوع وكنت أخذ محاسبة وإدارة أعمال وشامل بنفس الوقت، بنفس يعني. المركز؟ لا، كنت أتدرب فيه وأروح لمحاضراتي يعني بنفس الوقت. وين أخذت هذول الدورات؟ أخذت في المركز العربي. طب خليني أرجع لمركز الشيخ خليفة، يمكن إحنا هنا بنعرف عن طبيعة مركز الشيخ خليفة، بس بحب برضه كمان تعرف المشاهدين. مركز الشيخ خليفة هو كيف أحكي لك، إنه بيدرب الأشخاص ذوي الإعاقة، مش بس الحركية، وفي عدة إعاقات بدربهم على مهام مختلفة. وانت ايش التدريب اللي حصلتي؟ انا اخذت حاسوب. طبعا هم في عندهم عدة دورات مختلفة، منها الخياطة والالكترونيات والالمنيوم والتجميل والاشياء كثيرة يعني عندهم. طب احكي لنا شوي عن طبيعة حياتك، بما انك انت من قصار القامثة، يعني طبعا الناس مش كثير بتعرف تتعامل معهم، بنظر يعني انت من ذوات الاعاقة وبيتكم برضو مهيأ وبتعرف شوي، بس لما اكيد طلعتي على المجتمع كان في شوية عوائق واجهتك. أكيد طبعاً كل إنسان رح يمر بعوائق ويسمع حكي وكلام، بس عادي ما خلي الكلام يأثر علي، بالعكس كنت أسمع وأطنش يعني بصراحة يعني. بس يعني هو الإنسان يعني بيتعلم من تجارب اللي حواليه. وبيان من الناس اللي بترافقني، يعني إحنا كتير في الاتحاد العام الأشخاص ذوي الإعاقة في رعنا، بس هي احكي لنا عن طبيعة تطوعك، واحكي لنا كيف بترافق البنات، وين بتروحي معهم؟ هلا انا ممكن هذا الشيء يساعدنا نوصل رساله انه البنات ذوات الاعاقه بيسمعوا حكي بس ما بطنشوا، في منهم بطنش وفي منهم بيطور او بحارب هاي الشيء بشيء ثاني. طبعا انا بدايتي بشغلي بالاتحاد هي سكرتيره، بجد الاعمال المكتبيه وبعمل هويات وزي هيك يعني، وبرافق بحضر اجتماعات وحفلات واحيانا بلقي فيها.
اكيد في لك رساله من هاي الاجتماعات، ومنك بتحاولي زي ما حكيت لك انا انك انت من قصار القامه، فمش كثير الناس بتعرف تتعامل شو هي احتياجاتك مثلا، احيانا بلزمك اشي عشان تطلع عليه مثلا. احكي لنا شوي عن طبيعه الاماكن الموائمه وشو مطالبك، يعني بما انه انت واحدة من قصار القامه في لك احتياجات لازم تتلبى. صراحه يعني انه كل الاماكن لازم تكون موفره وموائمه لذوي الاحتياجات الخاصه كافه، خاصه يعني مش بس للقصار القامه ولغيرهم يعني كمان. بيان بدي اسالك، ما عمرك مثلا بما انك حاصله على محاسب شامل واشياء زي هيك وكمبيوتر، عمرك تقدمتي لوظائف او اشي؟ صراحه لا. طب ليش، من ايش بتخافي؟ مش قصة خوف، صراحة اني ضليت في الاتحاد عشان اوصل رسالة انه كيف اقول لك، خلص عند المكان اللي ارتحت لإله بضلني فيه. حبيت تضلي هناك؟ انا حبيت اضلني فيه. ما عمرك مثلا حصلت على مشاريع او اشياء زي هيك، توظيف او بالنسبة للتوظيف؟ لا يعني لا. بس تعقيبا على كلام بياني نرمين، انا دائما بحب اوجه رساله لذوي الاعاقه انه مش حلو دائما انه نحصر حالنا بالشيء اللي يعني هو انه احنا ذوي اعاقه لازم نضل ذوي اعاقه. حلو انه ننطلق للمجتمع، حلو انه مثلا نشارك في مهام ثانيه. بعرف انه بيان لسه في بدايه الطريق، بس هي رساله لإلها وللجمهور اللي بيسمعنا انه دائما احنا ننخرط بكل الاشياء. صح احنا يعني اصحاب حق وحلو ان نمثل قضايانا وتطلع منا اقوى يمكن، بس لما ننخرط بالاشياء يعني بيكون يعني توصيل الرسالة أسهل وأسرع. وهذا الإشي اللي بيان عملته من خلال انضمامها لفريق المدى الأزرق. طبعاً هذا كان فريق بيتكون، هي أنت الوحيدة اللي من ذوي الإعاقة في هذا الفريق؟ أنا الوحيدة اللي من ذوي الإعاقة منه هذا الفريق، وكمان برضو أنا أصلاً كمان أخذت تدريب مع نجوم الأمل لنساء ذوات الإعاقة. تدربت في مكتبة البلدية، وكمان كانوا يعملوا أنشطة في مكتبة البلدية من ضمنها الموسيقى، ومن ضمنها كان في تدريبي، أيام تدريبي يعني كان في إلي زميلة من ذوي الإعاقة بتعطي دورة بريل، وكنت مرافقة لإلها وكنا نعطي الدورة مع بعض. يعني هذا الإشي كمان كان كتير حلو يعني. طيب بما انك كنت ترافقه زميله لك من ذوي الاعاقه وانت اصلا من ذوي الاعاقه، احكي لنا عن تجربه شخص انه يقول شخص اخر من ذوي الاعاقه، قديش بيسهل او قديش بيصعب؟ ما بعرف صراحه. هي كانت اعاقتها بصريه يعني، وانا حركيه يعني عادي. هو انا اللي بقصد فيه انه كيف الاندماج بيكون ما بين الاشخاص ذوي الاعاقه؟ عادي، طريقه التعامل، هي طريقه تعاملك مع الاخرين هي اللي بتجذبهم نحوك يعني. قديش يعني بتشوفي انه لما تتعاملي مع الاشخاص ذوي الاعاقه سواء في الاتحاد او في لما بترافق الاشخاص ذوي الاعاقه او حتى خلال تدريباتك، انه ايش هي اكثر الصعوبات اللي بيواجهوها الاشخاص ذوي الاعاقه اللي كنت تتعاملي معهم؟ اكثر الحالات اللي كنت صعوبه لها اللي هي السمعيه، في منهم شويه كانت صعوبه انك تقدر تتعامل معهم كونها انك بدك تكوني ماخذه دوره اشاره عشان تقدري تفهمي عليهم شو بيحكوا. ومن هون والاعاقات الذهنيه برضه. مزبوط. ومن هون احنا دائما بالبرنامج من اول ما بدانا البرنامج واحنا نحكي قديش مهم انه نتعامل مع ذوي الاعاقه بشمول، يعني نهتم بذوي الاعاقه الحركيه والاعاقه البصريه والاعاقه السمعيه وحتى الذهنيه عشان نقدر نوصل لكل الفئات وما نظلم حدا. اكيد بنحب يعني كمان احنا ننوه هون دائما وفي كل حلقه بيكون معنا رسائل معينه، ورسالتنا لليوم انه كمان انه احنا نكون نعمل موائمه شامله تشمل كل الاعاقات، الموائمات بس ما تكون رامب او لغات البريل او الاشي، كمان انه نحسب حساب اصحاب الاعاقه السمعيه اللي بنوجه لهم كل التحيه عبر برنامج ذو الهمم، وبنحكي انه هدول الناس لازم نركز انه يكون في مترجم اشاره على الاقل في كل الاماكن العامه سواء في المستشفيات او في الاماكن العامه في المدارس في الجامعات، لحتى نسهل على هدول الناس انهم هم ياخذوا حقهم. لا يا بيان اكيد طبعا.
طب بيان خلينا نرجع فيك شوي للأسرة. إحنا طبعاً دائماً بنحب نعرف تفاصيل أكثر عن الأسرة اللي فيها حدا ذوي إعاقة أكثر من حدا. يعني صح إنه أنت عندك إعاقة، بس كمان أخوتك وخواتك عندهم إعاقة، وهذا الإشي كيف أنتم بتحتووه في العيلة؟ صراحة كيف أحكي لك، هل أنا الوحيدة اللي عندي أقصر وحدة في خواتي؟ عادي يعني تعاملوا معي عادي طبيعي جداً. اما هم من كيف اقول لك، هم من استجابوا قلت لك للادويه للعلاج اكثر مني، فيعني هم ما اثرش إشي عليهم كثير. يعني بتحسيهم بدعموكي؟ كيف بدعموكي؟ انا هذا اللي اكيد محبتهم الي يعني. طب يعني مين اكثر حدا دعمك لحتى تصري اكثر تظهري هذا الإشي اللي في شخصيتك اللي هي شخصيه الكاتبه؟ امي. امك طبعا احنا بنوجه كل تحيه لبيان. الله يسعدك يا رب. وبنوجه تحيه لكل اهالي الاشخاص ذوي الاعاقه اللي بيتعبوا عليهم وبيحاولوا انهم يدمجوهم اكثر في المجتمع. هون انا بيان عندي سؤال، شو رايك في اهتمام الاسره كيف بياثر على شخص ذوي الاعاقه وبيخليه اكثر يطلع للمجتمع؟ هل الاسره اهتمامها اكثر بيساعد على الاندماج الاجتماعي، ولا برايك انه شخصيه الشخص نفسه؟ بصراحة الأسرة بتلعب دور كتير كبير إنه تطلع موهبة أولادهم، وإنهم ما يخبوهم في البيت وخلص، يعني إنه هذا عنده إعاقة خلص لازم يضلوا في البيت، لا، إنهم لازم يكملوا مشوار حياتهم لقدام. والأهم يا نارمين إنه الشخص بعد ما أهله يعتنوا فيه ويهتموا فيه، هو كمان لازم يهتم بشخصيته، ما يضل خايف، ما يضل إنه مثلاً ممكن حدا يواجهني بكلمة أو مش بكلمة، يعني هو يبني شخصيته ويعتمد على أهله، بس برضه يكمل حاله لحاله. إنه إحنا دائماً نحكي الأدوار تكاملية ما بين أسرتي وأنا والمجتمع، عشان هيك إحنا دائماً بنحب نحكي إنه كل حدا فينا في هالمجتمع اللي دوره تجاه هاي القضية. بيان شو رأيك في هذا الإشي؟ أكيد طبعا. أنت إيش الدور اللي بتلعبيه لنصرة قضايا الأشخاص؟ كمان لازم الواحد يكون عنده إرادة وثقة بحاله بالضبط، إنه عشان يقدر يكمل مشوار حياته. طب وأنت بعد الإرادة وكيف قدرتي تكملي مشوار حياتك؟ يعني شو اللي اختلف إنه بما إنها بيان أول إشي، يعني قارنينا شوي بين حياة بيان قبل ما تنطلق وتصير كاتبة وبعد ما صارت كاتبة وانطلقت للمجتمع؟ بصراحة بالقبل كنت يعني بالدار ما أعمل إشي، كنت من إني كيف أحكي لك إذا كني منعزلة، بس لما طلعت برا وأدرس وتعلمت وخلصت وشفت يعني غيري وإني أنا أحسن من غيري زي ما بيقولوا، فتطورت أحسن يعني لقدام فكملت مشوار حياتي. يعني بما انك صرتي نموذج ناجح واحنا وانت قدوه بنفتخر فيها، طبعا احنا بنكون وصلنا معك لختام حلقتنا لليوم، بس قبل نودع المشاهدين ونتركك تلقى كلمه على الساده المستمعين. ماشي تفضل. لا تسالني من انا ومن اكون، انا قطار العمر تملاه الشجون، وانا الزمان بلا زمان، وانا السكون بلا سكون، وانا الحرف والنون، فأنا إنسان مثلي مثلك إنسان، قبل أن أكون معك إنسان، مع نفسي ومع غيري إنسان، وتحكمني قناعاتي وإيماني عميق بالله. لا تقل عني غير قادر أو أني فقدت جزءا من جسدي، فهذا قدري، وكلنا عاجزون أمام أقدارنا المكتوبة، فأنا لا أستطيع تغيير هذا، وعليك أن تدرك تلك الحقيقة جيدا. العقل يفكر والقلب يشعر، إذا فقدت البصر فلازال بمقدوري أن أسمع وأتكلم، وإن لم أتكلم فأنا أكتب، وإن لم أكتب فأنا أرى. لا تقل عني عاجز، ما زلت أمتلك بحوزتي إرادة وثقة عميقة في نفسي، فأنا قادر على فعل أي شيء مثلك تماما، وأيضا فعل ما عجزت أنت عنه، فنحن قادرون على صنع المستحيلات وخلق المعجزات. لا تحكم علي من الشكليات والأمور المرئية بالنسبة لك، فتلك قشور مزيفة. جربني مرة سوف تدرك حقيقة غابت عنك،
سوف تدمع مقلتيك من الفرح عندما تشاهدني أنجز ما لم تكن تتصوره. لو كان بمقدوري أن أجعلك تبصر ما في تلك القطعة التي تنبض بصدري، أن أجعلك تدرك كيف تشعر وما ينتابها من أحاسيس، لعرفت وقتها كيف تتكلم وكيف تتصرف. فأنتم تتكلمون وتحكمون دون أن تدركون جيدا، فتحبسون أناس قادرون وتدعون أنهم عاجزون، وتقتلون نجاحهم قبل أن يولد، وتؤيدون أحلامهم وهي قيد الحياة. لكن لا، فتلك الإرادة والإيمان المستمد من السماء هما من يرسمان البسمة على شفاهنا، هما من يأخذانا بأيدينا نحو طريق النجاح رغم عجزنا، فنحن قادرون على فعل ما لم تفعلوا.